هذه الدراسه في الحقيقه جات يعني نتيجه لمجموعه يعني اولا بعد صدور المدونه لواحد المده اللي هي طويله وتطبيقها وتفعيلها ويعني تم بروز مجموعه من الاشكاليات الواقعيه والعمليه، منها ما هو مرتبط بالنص، منها ما هو مرتبط بالتطبيق. هذه الدراسه شملت يعني الجانب المتعلق بالنص والجانب المتعلق بتطبيقها من طرف اعلى جهاز قضائي اللي هو محكمه النقد. الجانب المتعلق بالنص يعني من خلال استقراء النصوص ومن خلال يعني ابراز الثغرات التي شملتها في علاقتها بالدستور، في علاقتها بالالتزامات المغرب الدوليه، في علاقتها بالروح التي جاءت بها مدونه الاسره خلال سنه 2004، الروح ديال الحداثه، الروح ديال العصرانه، الروح ديال يعني محاربه التمييز، الروح ديال المساواه الى غير ذلك. هذا الجانب الاول مرتبط بالنص. الجانب الثاني يتعلق بتطبيق النص من النصوص من خلال اعلى جهاز قضائي الذي هو محكمه النقد، وهي محكمه قانون تراقب تطبيق للإشارة، أن هذه محكمة النقد محكمة قانون تراقب لا علاقة لها بالوقائع بل تراقب التفعيل والتطبيق الجيد للنصوص القانونية، وهنا كيكون التدخل ديالها. هذه الدراسة تم يعني خمسة ديال المواضيع اللي أثارت إشكاليات كبيرة، كاينه الموضوع ديال الثبوت الزوجية، زواج القاصر، تعدد الحقوق المالية المرتبطة المترتبة على انفصام العلاقة الزوجية اللي هي المستحقات المترتبة على التطليق، والمستحقات أو لا تدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية والنيابة الشرعية، من اجل يعني باش تكون واحد النوع من التركيز ويكون واحد الانسجام في التحليل والاستقراء. ارتئينا اننا نقسموها لثلاثه ديال 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 المحاور. كاين المحور اللي عنوناه بالقاعده الزواج بين القاعده والاستثناء، واللي قسمناه ثلاثه ديال 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 الفصول. كاين الفصل اللي فيه سن زواج القاصر، والفصل المتعلق بتعدد الزوجات، والفصل المتعلق بثبوت الزوجي، على اساس انهم جاوا في النص ديال المدونه كاستثناءات. والقاعدة هي مثلا زواج القاصر، القاعدة هو المدونة الأسرة نصت على توحيد سن الزواج في 18 سنة، وعطات الاستثناء ديال 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 أنه إمكانية ديال ما أقل حسب الظروف، وعطى واحد المجموعة ديال الصلاحيات للقاضي من أجل أنه يطبق السلطة التقديرية ديالو. التعدد أيضا الأصل في المادة هو أنه منع التعدد في البداية ديال المادة 41، منع التعدد ولكن عطى واحد المجموعة ديال الاستثناءات. الثبوت الزوجية نفس الشيء، الأصل هو أن عقد الزواج هو عقد مكتوب، ولكن كاين هناك مجموعه ديال الاستثناءات يعني اللي ممكن انه تكون تم عطاتها واحد الفتره انتقاليه، اللي يمكن انه ديك الزيجات اللي ما تمكنوش انهم يتكتبوا وتعذر عليهم يتكتبوا تكون ان، ولكن اعطى القاضي واحد المجموعه ديال الشروط انه يراقبها اثناء اعطاء هذا الاذن. هذا الشق الفصل الاول متعلق بسن الزواج بالقاعده والاستثناء، او الزواج بالقاعده والاستثناء. والمحور الثاني ولا الفصل الثاني ودرنا فيه الحقوق الماليه المترتبه على انفصام العلاقه الزوجيه، قسمناه الى مبحثين. المبحث الاول كان فيه المستحقات المترتبه على التطليق الشقاق، وعلاش ركزنا على هذه النقطه هذه؟ بحكم ان هاد صدر واحد القرار اللي هو شهير، يعني ان المدونه الاسره ملي جابتنا التطليق عطات الامكانيه للمراه انها تقدم طلب ديال التطليق للشقاق، ووحد بين الرجل والمراه ديال الامكانيه ان الرجل يتقدم تطليق الشقاق والمراه تتقدم تطليق الشقاق، وتحدث عن المستحقات التي تعطى للمراه سواء تقدم الرجل بالطلب او لا هي. جاء سنه 2001 صدر قرار شهير سمي قرار 433 عن محكمه النقد، اللي عطى اللي اعتبر ان المراه عندما تتقدم بالتطليق للشقاق فإنها تعتبر لا تحرم من حقها في المتعة، وبالتالي هذا بمثابة عقاب المرأة، بحال كتعاقبها علاش تمشي تطلب تطليق الشقاق. دونك كان النقاش في هذه الدراسة ركزنا على هذه الجوانب هذه. والجانب المتعلق بالنيابة الشرعية، النيابة الشرعية مدونة الأسرة جابت لنا واحد قلنا واحد يعني خطوة مهمة في الجانب ديال النيابة الشرعية، وأنها كاين نص على المساواة بين الرجل والمرأة، وأعطى الإمكانية للمرأة للولاية على أطفالها القصيرين، ولكن في نفس الوقت خلى واحد النوع من التمييز، أعطى الأولوية للأب على الأم. اليوم في الندوة ديال اليوم جينا باش نعرضوا عمل حول تعديل شامل لمدونة الأسرة. علاش؟ لأنه 15 عام من دخول مدونة الأسرة الحيز التنفيذ يستوجب واحد الوقفة، واحد العمل، واحد التقييم، واحد الدراسة على كيفاش كان التنفيذ ديال مدونة الأسرة، واش كاين مشكل في القضاء وفي التفعيل، أو كاين مشكل في النص في حد ذاته، واش كاين غموض، واش كاين نواقص، واش كاين معيقات. يعني اليوم
درنا واحد الدراسه اللي كتعتمد بالاساس على احكام ديال النقد فيما يخص زواج القاصرات، فيما يخص التعدد، فيما يخص تطليق الشقاق، فيما يخص كذلك الاقتسام ممتلكات المكتسبه اثناء الزواج، وفيما يخص النيابه الشرعيه اللي خلقت واحد العدد كبير من المشاكل. فالنتائج ديال هذه الدراسه هذه تبتات بانه مدونه الاسره ديال 2004 واللي كانت يعني واحد تطور كبير في التشريع المغربي انذاك، حاليا مع ظهور دستور ديال 2011 ومع التطور السياسي والسياق السياسي ديال البلاد كتستوجب واحد التغيير وتعديل، لانه الاستثناء اللي طرحه زواج القاصرات والاستثناء اللي طرحته الماده 16 من مدونه الاسره اللي فتحت الباب امام يعني تعديل واحد الوضعيه اللي كانت ديال تبوت الزوجيه بالنسبه للزيجات اللي كانت ما كانتش مسجله، خلق يعني كانت واحد الابواب للتحايل، واحد الابواب اللي ولات في عوض فاش تبقى استثناءات ولات تشكل القاعده، بحيث انه تتلقي بانه من الباب ديال مدونه الاسره سواء بالنسبه للزواج القاصرات او بالنسبه للتبوت الزوجيه تتم هذيك العمليه ديال تزويج القاصرات، واغلبهم يعني واحد ما يفوق 90% من الطلبات ديال الزواج القاصر هي فتيات. داكوغ، بالنسبه للتبوت الزوجيه كذلك فتحت باب ديال تحايل على المواد المنظمة للتعدد والمواد المنظمة كذلك لزواج القاصرات، بحيث أنه ممكن في الوقت فاش تثبت بأنك راك أنت كنتي مع ديك السيدة واخا أنت مزوج كتمشي تقدر تدخل من هذا الباب وتعطاك بالمقتضى ديال المادة 16 تعطى الموافقة ديال تبوت الزوجية. كذلك بالنسبة لاقتسام الممتلكات أثناء المكتسبة أثناء الزواج اللي يعني الفصل ما واضحش، الفصل ما محددش كيفاش ممكن يعني حماية حقوق الزوجة والزوج يعني وجميع أفراد الأسرة في الممتلكات اللي يكسبوها أثناء الحياة الزوجية، لأنه تيبقى بحال خاصو اللي كيفاش خاصو يتزاد فيه، كيفاش خاص يعني واش غادي تكون مناصفه، واش غادي تكون يعني اتفاق، واش ما غاديش يكون، لانه حتى هذاك العقد المرافق لعقد الزواج هو عقد ماشي ملزم باش ممكن انه الناس تعتمدوا، ولكن تيبقى للعدول انهم يخبروهم الا بغاو يديروا هو هذاك، ما بغاوش ما كاينش مشكل. وعلى حساب الثقافه اللي كاينه يعني ديك القضيه ديال الزواج بالنيه والحرث بالنيه وكذا في الغالب ما تيكونش. اشي اشي يولي كيولي بانه في الوقت فاش تيوقع الخصام او الانفصال داخل العلاقه الزوجيه كتولي ملي كنبغي حقي وحقك تيخصك تثبت. الوغ وسائل الاثبات ما كايناش، وثائق اللي تثبت ليك فين حقي وحقك في الممتلكات المكتسبه اثناء الزواج ما كايناش، وبالتالي تتولي حياط ومياط في المحاكم. اغلبيه المحاكم خصك الورقه، تولي بحال الشركه. هذا حتى هو شكل واحد العجز بالنسبه لمدونه الاسره. هذا بشكل عام الا بغينا نقولوا يعني بانه حان الوقت كان دابا لإعادة النظر في مدونة الأسرة وفق السياق السياسي والدستوري الحالي بمقتضيات جديدة تحمي جميع أفراد الأسرة. Donc la conférence que nous présentons aujourd'hui a pour objectif donc de démontrer l'importante nécessité d'une refonte globale du code de la famille. Donc cette étude dont les conclusions vont être présentées, c'est basé sur les arrêts de la Cour de cassation concernant 5 thématiques, notamment le mariage des mineurs, la polygamie, la tutelle matrimoniale, la reconnaissance du mariage. Donc on cherche, la DFM cherche à démontrer à travers ces arrêts que nous devons absolument avoir un code de la famille qui soit très clair, aussi bien dans son interprétation que dans sa mise en œuvre. Un code de la famille qui ne laisse pas de marge aux juges pour interpréter comme ils veulent. Concernant le mariage des mineurs,
Vous imaginez que au XXIe siècle, 7 ans après la mise en œuvre de la Constitution, 15 ans après la mise en œuvre du Code de la famille, nous avons une augmentation du mariage des mineurs. Chez nous, au Maroc, dans les régions, nous violons les droits des petites filles. Et c'est justement cette extension de la reconnaissance du mariage qui promeut, qui encourage donc le mariage des petites filles. On épouse une petite fille à 14 ans et ensuite on va reconnaître ce mariage de manière tout à fait légale. Donc nous ne pouvons pas continuer à être les spectateurs passifs de ce qui se passe, de ces violations, de cette polygamie qui ne fait que promouvoir la pauvreté, qui ne fait qu'avoir un impact négatif sur les enfants et surtout qui viole les droits des femmes et les empêche de jouir pleinement de leur dignité et de leurs droits tel que c'est consigné dans notre constitution. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.